شقيق جالا فهمي يتحدث عن حياته بعيداً عن الفن. أصيبت بأزمة قلبية وتوفت من بعدها بثمان ساعات فقط. قررت الاعتزال والابتعاد عن الأضواء لترك المجال أمام جيل الشباب. بهيدي الحلقة رح نكشف أبرز المعلومات المتعلقة بجالا فهمي. خلال مداخلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامية بسمة وهبي ضمن برنامج 90 دقيقة، قال أشرف فهمي وهو شقيق الفنان الراحل جالا فهمي إنه شقيقته توفت من بعد إصابتها بأزمة قلبية، وبالتفاصيل قال إنها أصيبت بجلطة قلبية بشكل مفاجئ، وهالشي خلى يصير في عندها مضاعفات صحية كتيرة. الأطباء تدخلوا وحاولوا إنه يصلحوا الموضوع، ولكن للأسف بعد 8 ساعات من إصابتها بالأزمة القلبية توفت جالا فهمي ورحلت عن عالمنا. أما عن اعتزال الفن، فبيعتبر أشرف فهمي أنه شقيقته تركت الأضواء وهي بعز شهرتها وعز عطائها، تماماً مثل لاعب كرة القدم يلي بيترك وقت يبلش يكبر بالعمر، وقال أنه ما في سبب معين لاعتزال الفن، إنما هي رأت أنه هالأمر مناسب لإلها. وبالرغم من أنه اعتزلت الفن، إلا أنه علاقتها بقيت جيدة مع المنتجين والمخرجين والنجوم، وكان يعرض عليها الكثير من الأعمال ولكنها كانت ترفض، إذ أنه كانت مصممة على أنها تترك المجال لجيل الشباب. ومن أبرز هواياتها بفترة الاعتزال كانت القراءة ومتابعة المواهب الجديدة يلي عم تظهر على التلفزيون. يذكر أنه جالا ليست قباقية النجوم، إذ أنه ما تركت وصية قبل وفاتها، ولكن بسياق حياتها كانت دايماً تنصح أقاربها وعائلتها بأنه يعيشوا الحياة ويستمتعوا بكل اللحظات. ومن هي جالا؟ هي ابنة المخرج أشرف فهمي، واشتهرت بعدد كبير من الأعمال، منذكر منها أول مرة تحبي يا قلبي، تاتا وريكا، الحب في طابة، وأيضاً جالا جالا. وعن المسلسلات منذكر ليالي الحلمية. وكانت تتميز جالا بأنها مثقفة جداً، وكانت تعرف عدة لغات من الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، وهالأمر كان يميزها عن باقي النجوم والنجمات. وعن حياتها العاطفية، زوجت جالا 4 مرات. أول زواج كان من عمر خيرت، زواجها ما استمر لفترة طويلة ولكنها أنجبت منه ولدها الوحيد. زواجهم انتهى بسبب أنه عمر خيرت خجول جداً، وهالشي خليها تحس أنها عايشة بمفردة. زواجها الثاني كان من شخص من خارج الوسط الفني وما كشفت عن هويته. أما زواجها الثالث فكان من شريف شعبان، وزواجها الرابع كان من المنتج عمرو حجازي يلي أنتش فيه جالا جالا.